بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وياكم بمحاضرة أخرى عن الامتحانات في التعليم الإلكتروني. المحاضرة لهذه اليوم إن شاء الله راح تكون بخصوص كيفية تسليم الأستاذ للأسئلة الامتحانية إلى اللجنة الامتحانية، بمعنى أن الأستاذ عندما يقوم بإعداد الأسئلة كيف يتم إرسالها إلى اللجنة. فبعض الأساتذة يقولون يعني يستفسرون أنه هل الأسئلة تكتبها اللجنة الامتحانية نفسها والأستاذ يسلمها ورقيا، أم الأستاذ يعدها، وكيف يرسلها للجنة إذا تم إعدادها إلكترونيا. اليوم راح نوضح بهاي المحاضرة كيفية إعداد الأسئلة إلكترونيا من قبل الأستاذ، وبعد كمالها راح يقوم بإرسالها إلى اللجنة الامتحانية. كيف يرسلها للجنة الامتحانية؟ إحنا المفروض لما الأستاذ يدز الأسئلة للجنة الامتحانية توضع في ظروف مغلقة، وبعد الأستاذ ما يقدر يعدل عليها وما يقدر يطلع عليها، تمام، وما يعرف يا نموذج راح اللجنة الامتحانية تستخدم في الامتحان. زين، الآن الأستاذ إذا سوى الأسئلة بنماذج جوجل، كيف يجعل المالك لهذه الأسئلة هم اللجنة الامتحانية؟ طبعا حتى تكونون بالصورة أساتذتي، إحنا كل قسم من الأقسام، راح قسم تكنولوجيا المعلومات في بغداد، يقومون بإنشاء إيميل جديد له، وهذا القسم يقوم بإنشاء الصف، والصف هذا قبل نص ساعة يبدون يدخلون إلى الامتحان الطلبة قبل نصف ساعة، فكل امتحان إلى صف، معناها كل مادة إلها صف بالقسم الخاص به. لذلك الأستاذ راح يقوم بإعداد الأسئلة. إحنا هسه راح نشوفكم نموذج أنه الأستاذ كيف يعد الأسئلة زين من حسابه. طبعا حتى تكونون ايضا واضحه عندكم الصوره، احنا حتى نضيف ملف او جوجل فورم نضيفه الى الكلاس روم عندنا طريقتين، يا اما ادخل على الكلاس روم بصوره مباشره، اوكي، ندخل على جوجل كلاس روم ونقوم بانشاء مواد. اذا دخلت على الكلاس روم واللي هو هذا الجديد اللي انا مسوي للماده العلميه اللي راح امتحن بيها الطلاب، زين، واذهب الى الواجب الدراسي مثل ما تعرفون حضراتكم، وهنا نقوم بانشاء مهمه للاختبار. راح يتحملني نموذج، هو جاهز هذا النموذج. اذا عندي نموذج واريد اضيفه بالجوجل كلاس روم يظهر بهذا الشكل، شلون اضيفه؟ فراح اغلق هذه، نروح للجوجل درايف، اوكي، بالجوجل درايف راح اجي هنا على هذا الملفات، هنا اقوم بانشاء خيارات المزيد، مثلا تحب تسوون فولدر مثلا خاص باللجنة الامتحانية وباسماء المواد، كل فولدر للمادة، هذا الفولدر يحتوي على حضور الطلبة بالمادة والاسئلة الامتحانية اللي تم اختيارها اللي هي متمثلة بنموذج جوجل، تمام، بالتفاصيل المعنية. فإذا هنا إذا نسوي فد مجلد جديد، هنا أنا هسه يعني هذا حساب الأستاذ، يعني الأستاذ الآن يريد يحط الأسئلة الخاصة به، فهنا على سبيل المثال راح يقوم بإنشاء مستند أو نموذج جديد. فمن إرسال راح تظهر لهاي النافذة، هنا راح يظهر للرابط، راح اخذ هذا الرابط انسخه واروح على الجوجل كلاس روم واروح على اضافه رابط، من اختار هذا الرابط انقر هنا اضيف هذا الرابط، راح انتظر لحظه راح تطلع لي هنا الجوجل فورم، هذه الاستماره مال الاسئله، تمام. فاذا يا اما انا انشاها مباشره بالجوجل كلاس روم، زين، اوكي، او يعني هنا انشاء مثلا نموذج، هذا النموذج، اوكي، يا اما بهالطريقه وهنا فتح النموذج عندي، واما اجيب رابط هنا واخليه الفورم هنا اضيفه كرابط. فاذا الطريقتين ممكنه. فالان الاستاذ يريد يسوي الاسئله، فمن يسوي الاسئله حتما راح يروح على جوجل درايف، راح يقوم بانشاء الاسئله. هذا هنا النموذج اللي قمنا بانشائه الان، اذا فتحه مره ثانيه بالملف هذا موجود راح يفتح عندي النموذج، اسميه مثلا اضيف اسم المادة مثلا الرياضيات، اوكي، زين، اذا هاي اوتوماتيكيا تغيرت.
احنا نفهم الاستاذ انه يخلي النموذج الخاص او القالب الخاص بالاسئله، يعني اسم الماده، الشعار، الكليه، التفاصيل، او ممكن اللجنه الامتحانيه تضيف هذه الاجزاء. فهذا الشيء يعني راجع لطبيعه العمل. ممكن الاستاذ انه نقول له يا بسوي قسمين، القسم الاول خاص باللجنه الامتحانيه والقسم الاخر خاص باستاذ الماده نفسه، يملي معلومات الاسئله اللي هي اسم المادة، الوقت، السنة الدراسية، اسم التدريسي، هاي التفاصيل الأخرى. لنفرض الآن أني كتدريسي خلصت الأسئلة، هاي الأسئلة أمامكم خلصتها. هذا السؤال، عرف الأعداد مثلا الأولية. أوكي، هاي إجابة قصيرة وهذا مطلوب، تمام. هاي الأسئلة أنا أريد أرسلها إلى اللجنة الامتحانية. أنا هنا هاي الفكرة مال الفيديو هي هنا تكمن. هذه الأسئلة اللي أنا سويتها كتدريسي راح أريد أرسلها للجنة الامتحانية. كيف أرسلها إلكترونية بحيث أعطي قابلية للجنة الامتحانية ياخذون الأسئلة تصير ملك لهم، والأستاذ يطلع بعد، يعني كأنه ما يقدر يتحكم بعد بالأسئلة ولا يقدر يدخل يشوفها أو يفتحها. أولا راح ناخذ الإيميل مال اللجنة الامتحانية، نزوي الأستاذ استاذ المادة، راح نعطيه الايميل مال اللجنة الامتحانية او الايميل مال القسم اللي لنفرض على سبيل المثال هذا الايميل. اوكي، هذا ايميل اللجنة الامتحانية. الان راح نعطيه للاستاذ، فيجي الاستاذ ايش راح يسوي؟ راح يجي هنا على المزيد، هنا اضافة متعاونين. انتبهوا يا اساتذتي رجاء، اضافة متعاونين هذه هنا فتحت لي هاي النافذة اعدادات المشاركة. ايش راح اسوي؟ راح أضيف هنا البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الامتحانية. إذا ضفت البريد الإلكتروني هذا حسن نعمان مسلم، تمام. إذا راح أختار إرسال. الآن دزيت دعوة إلى اللجنة الامتحانية في أنه تكون متعاونة وياي بالأسئلة. زين، اللجنة الامتحانية عندها إمكانية فقط تحرر يعني تعدل، وليست مالك الأسئلة. المالك الأصلي هو أستاذ المادة هذا اللي أمامكم. شو راح نسوي احنا هنا بهذا القلم؟ هو نفس استاذ المادة يغير هذه يسويها مالك، يعني يخلي اللجنة الامتحانية هي اللي تملك الأسئلة، تمام. الآن تحول التدريسي إلى محرر. تلاحظون هاي العلامة صارت عنده، صار للتعديل، يعني الأستاذ يقدر يدخل يعدل على الأسئلة ويشوف الردود. احنا هاي هم نريدها، الأستاذ ما نريده يشوف الردود ولا نريده يعدل على الأسئلة بعد أن أكملها وأنهاها، تمام. فهنا لازم الأستاذ شو يسوي؟ يقوم شنو؟ بحذف نفسه، يحذف نفسه من التملك او من التحرير. فيحذف نفسه هنا، ننتظر لحظه، وهنا نقوم بالحفظ. هنا الاستاذ اذا راح يقوم بحفظ هذه التغييرات بعد هاي الاستماره ما تفتح عنده. الان اذا اجرب راح الاستماره كل ما احاول ادخل عليها بعد ما اقدر ادخل عليها. المالك الحقيقي لهاي الاستماره صار هو هذا اللجنه الامتحانيه، اوكي، ويقدرون يعدلون عليها والاستاذ ما يقدر يوصل لهاي هاي الاسئله بعد. اذا حفظ التغييرات، انتظر لحظه، يقولها عندما تنقل الملكيه يتم اشعار المالك الجديد ولا تتمكن مره اخرى من تغيير اعدادات المشاركه، كما يحق للمالك الجديد ازاله حقك من الدخول، تمام. اذا انا حذفت نفسي اصلا، زين، فاقول له نعم انا كتدريسي. اوكي، راح انتظر لحظه يحفظ. طبعا اذا التدريسي ما حذف نفسه، بامكاني اني المالك اللي هو اللجنه الامتحانيه صار عندي النموذج، اقدر اني احذفه ايضا. اوكي، اذا هنا المالك هو حسن نعمان مسلم فقط. فاذا تم هنا راح نرفرش الصفحه، الان نشوف شنو تفتح لي النافذه. الان راح نشوف النافذه ايش راح تفتح. الان بدل حسابي، رجع الى اللجنه الامتحانيه لان انا مسجل دخول، راح ارجع للحساب مع الاستاذ اشوف شو تطلع لي هاي. اذا كاستاذ هل تنفتح عندي او قابله للتعديل ام غير قابله للتعديل والاضافه؟ لاحظوا الان ظهرت النموذج وكانما انا طالب ارد اجاوب. يعني الان انا صلاحيتي فقط ارسل اجابه، يعني كطالب ما من صلاحيتي ان اعدل ولا من صلاحيتي ان اغير اي شيء بهذه الاسئله، وما راح اشوف الاجابات وما راح اشوف الردود. الان بالنسبه للجنه الامتحانيه راح تستلم ايميل، انه هنا شو يقول الايميل؟ يقول تم جعلك مالكا للنموذج التالي بواسطه هذا الايميل. يقول هذا الايميل خلاك مالك لهذا النموذج،
عن طريق الإيميل. شوفوا هنا من تنقر على هذا النموذج راح يفتح أمامك، تمام. وإذا رحت للجوجل درايف، الآن هذه اللجنة الامتحانية، هذا إيميلها، الردود، وتقدر تعدل وتضيف كما تريد. إذا رحت للإيميل ورفرش الصفحة، أو العفو للجوجل درايف، أسوي رفرش للصفحة، راح أجد نموذج انضاف للجوجل درايف الخاص بي كلجنة امتحانية. وهذا الجوجل درايف من أنقر عليه نقرتين راح يفتح عندي، وبس أنا اللي راح يفتح عندي، وأقدر أتأكد من الملكية مال هذا الجوجل درايف عن طريق من نفس الأوبشنز، إضافة متعاونين، تمام. راح تنفتح لي نافذة، هاي النافذة إذا طلع بيها هنا بجانب هذا المالك اسم ثاني، يعني أنا هنا لو بهذه الاستمارة اللي بالبداية كمن كنت تدريسي أخلي الأوبشن أنه ما أحذف نفسي، فراح أطلع هنا، راح هنا اللجنة الامتحانية تشوف الأستاذ موجود هنا وتقدر تحذفه، تقدر تزيل الأستاذ من الأسئلة اللي هو مسويها. أتمنى تكون الفكرة واضحة، وبالتالي صار الملف جاهز عند اللجنة الامتحانية، وبإمكان اللجنة الامتحانية أن تعدل المطلوب، تضيف الرقم السري أو تضيف الجزء الخاص بها كالاسم والشعبة وإلى تفاصيل أخرى، وتقوم هذه اللجنة الامتحانية بحفظ هذا النموذج بالجوجل درايف الخاص بها لحين وقت الامتحان. ممكن الأستاذ قبل الامتحان أن يرسل الأسئلة للجنة الامتحانية. أتمنى تكون الفكرة واضحة، وأتمنى تكونون استفادتوا من هذه المحاضرة البسيطة. ألتقي وياكم إن شاء الله بمحاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.